هلا والف هلا متابعينا واحبائي متابعين قناة شريك حياتي، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اتمنى من الله ان اموركم كلها تكون زين وصحتكم تكون على احسن حال. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها توفيق راسين بالحلال، ولكن من دون اي مقابل. فقط كل اللي عليك انك تشترك بالقناة وتفعل جرس الإشعارات ليصلك كل فيديو جديد من قناتنا، وفي التعليقات تكتب لنا مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية، ومواصفات الطرف الثاني اللي تتمناه، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. القناة عنا بتعرض طلبات مختلفة، لأن عم يوصل لنا طلبات من مختلف دول العالم ومن مختلف المراحل العمرية والحالات الاجتماعية. اليوم معي طلب لسيدة ثرية مطلقة، هي بتبحث عن صاحب القسمة. هي تبلغ من الطول 175 سنتي ووزنها 78 كيلو، بيضاء البشرة وعيونها سوداء واسعة، شعرها اسود طويل ناعم منسدل لأسفل الظهر، وهي محجبة. بتقول في رسالتها: أنا أعلم أني طويلة وما شاء الله جسمي عريض، لكني مخصرة وجذابة جدا، رياضية، أداوم على ممارسة الرياضة، ملامحي حلوة ومملوحة، حلوة الشخصية، قيادية، أنا شخصية مدبرة للأمور، متفتحة، فلاوية، ومحبة للحياة والسفر، لله الحمد ميسورة فوق الخيال، دلوعة جدا وحنونة جدا، وأحب كل شيء يكون سبب لسعادتي، وأي شيء بيسبب لي تعكير بالحياة انبعد عنه دغري. عندي فراغ كتير بحياتي، وأبغى أن أجد صاحب القسمة اللي يملأ علي حياتي. أتمنى من الله أن يكون نصيبي مع شخص متفتح وراقي، مهتم بنفسه، جميل الخلق والخلق، يتمتع بالقيادة وليس بالمتسلط، رجل يكون تفكيره إيجابي، مخلص وحنون، رجل بمعنى الكلمة يعتمد عليه في كافة أمور الحياة، خليل وخدوم ومصغي، متنعم وجذاب ومحافظ، مترف وذكي واجتماعي، رجل شخصيته طموحة وواضح المحية وواضح في كل الأمور، لا يكذب أبدا، ابن حلال يملأ علي حياتي سعادة، وأنا راح أحطه جوات عيوني وتاج على رأسي. إذا بتجد أن صاحب الطلب اليوم هي مناسبة أن تكون هي الطرف الثاني اللي بتحلم أنك تكمل معه باقي حياتك، يكتب لها في التعليق: وصاحبة الطلب هي اللي راح تتواصل مع صاحب النصيب اللي من وجهة نظرها مناسب إلها، وهذا بيكون من خلال المواصفات اللي أنت بتكتبها في التعليقات وهي بتقرأ التعليقات. فاكتب في التعليقات مواصفاتك، لكن بكل أمانة وجدية ومصداقية، وهي راح تتواصل مع صاحب النصيب إن شاء الله. لكن لو مواصفاتها مختلفة عن مواصفات الطرف الثاني اللي تتمنى تكمل معه حياتك، اكتب لنا في التعليق بعد ما تشترك بالقناة وتفعل جرس الإشعارات مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية، ومواصفات الطرف الثاني اللي تتمناه، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. وفي النهاية أحب أشكركم كثيرا لمتابعة الفيديو للنهاية، وأتمنى لكم جميعا السعادة والصحة والتوفيق، وأراكم قريبا في فيديو جديد، والسلام عليكم.